بس يمكن انا الحاجه اللي معوضاني بقى شويه ان اللعيبه اللي اتصعدت للفريق الاول يعني بسبب الموسم اللي احنا لعبناه ده يعني بسبب النتائج الكبيره اللي احنا عملناها اتصعد اكتر من لعيب مع الفريق الاول في الفتره اللي فاتت، فيمكن دي حاجه عوضتني شويه عن ان احنا ما حسمناش البطوله. وحضرتك بتتكلم عن واحد منهم ايوه محمد شكري. محمد شكري يعني واحد من ابناء كابتن عمرانو. دي حقيقه. يعني هو الولد ده السنه اللي فاتت وفخري وعادل، يعني يمكن انا مش عايز اتكلم على حد يعني مخصوص، بس يمكن انا شكري السنه اللي فاتت ساعدني وساعد الفرقه بشكل كبير جدا، ان احنا كان عندنا نواقص كتير في مراكز. ايوه. فشكري السنه اللي فاتت تقريبا لعب في 5 مراكز. ايوه. واجاد في 5 مراكز، يعني هو اساسا باك ليفت. معايا السنه اللي فاتت لعب باك ليفت ولعب ديفندر ولعب صانع لعب ولعب جناح يمين ولعب جناح شمال. ده بيدي للاعيب حريه لما بيطلع كده في الفريق الاول، ان المدرب شفنا محمد شكري بيلعب في الحته اللي قدام جناح قدام بالزبط. ده بيديله يعني افضليه ان هو لعب في المكان ده. النهارده المدرب في فريق الناشئين وفريق الشباب استعان بيه في الحته دي وحفظه وعلمه. دي بتفرق مع لعبته. اكيد اكيد. ما بيبقاش خايف. ما بيبقاش راهب الموقف، ما بيبقاش راهب المكان، بيبقى عارف واجبات المكان. بينزل يعني بيلعب زي ما يكون بيلعب في مكانه الاصل. فانا يعني انا بقول لك، انا الحاجه الوحيده اللي عوضتني عن البطوله بتاعت السنه اللي فاتت شكري اتصعد، فخري اتصعد، فارس الفتره اللي فاتت دي، عادل، زينهم طبعا بالاضافه طبعا لمصطفى شوبير، واساسا موجود مع الفريق الاول، وكان بينزل يلعب معانا بس المباريات الرسميه بتاعتنا. فلما يعني لما يبقى في 5 لعيبه موجودين من فرقتك مع الفريق الاول، حتى لو ما بيشاركوش فترات طويله او ما بيلعبوش بشكل اساسي، دي حاجه يعني حاجه تبسطني وحاجه تفيد النادي ان شاء الله في المستقبل باذن الله. بتبقى سعيده كابتن عمرو لما تشوف محمد شكري في الملعب وفخري ومصطفى شوبير في مباراه الترسانه، بتحس ان التعب الكابتن عمرو انور بيتعبه مع اللعيبه في قطاع الناشئين بيتحقق على ارض الواقع. دي حقيقه. وبص، مش موضوع التعب بس. موضوع ان انا لما قعدت مع الكابتن الخطيب. أيوة. ومع لجنه التخطيط ورشحت لهم الاسامي دي وشافوها، الحمد لله اثبتت ان وجهه نظري سليمه او رؤيتي مظبوطه. تمام. فدي حاجه تسعدني اكتر. ان انا زي ما انت بتقول دول ولادي، انا بقى لي معاهم 2 سنين دلوقتي، في تعامل واضح وصريح ما بيني وما بينهم. حتى هم النهارده الولاد جم كلهم اتمرنوا معايا، يعني لما الفرقه سافرت ما فضلوش ان هم يريحوا او ان هم يتمرنوا في الجيم لوحدهم، لان انت عارف تقريبا الفريق الاول الفرقه كلها سافرت، ما فيش حد غير المصابين. شكري كله جه النهارده، محمد فخري، شكري وفخري وفارس وعادل كلهم جم النهارده. وشاركوا كمان في المباراه الوديه اللي كانت شكري امبارح شارك في المباراه. المباراه بتاعت يوم الخميس بقى ان شاء الله هيبقى كلهم موجودين. لان احنا ابتدينا خلاص بقى يعني نخش في رتم المباريات الاول، يعني احنا بدانا بمباريات خفيفه شويه علشان برده ما احناش جاهزين بدنيا بنسبه 100%، لان احنا انت عارف فتره راحه 4 شهور كتيره جدا، احنا بقى لنا حوالي شهر ونص او شهرين شغالين. فابتدينا نعمل مباريات وديه تدريجيه من يوم الخميس ان شاء الله هنبتدي بقى نعمل مباريات قويه ونقدر. طبعا ان شاء الله باذن الله.